إنجاز علمي وبحثي مصري جديد. فريق مصري تحت قيادة الدكتور إسلام خليل الأستاذ المساعد في مجال الميكروروبوت بجامعة توينتي بهولندا قدر مع فريقه البحثي الوصول لتقنية طبية جديدة بتستغل الذكاء الاصطناعي لروبوتات متناهية الصغر يصل حجمها إلى حجم حبة رز الواحدة. يا جمال، الحبة دي بتقدر إنها تسبح عبر الأوعية الدموية وتحفر في الجلطات وبدون أي عمليات جراحية. يعني شرح مبدئي كده لهذا الابتكار، خلينا نتعرف عليه أكتر في سياق هذا التقرير. بعدها ينضم لينا قائد الفريق البحثي للمشروع عشان نفهم أكتر تفاصيل هذا المشروع. من كام يوم قناة فوكس الأمريكية أشادت بفريق هندسي بيترأسه الشاب المصري الدكتور إسلام خليل الأستاذ المساعد في مجال المايكرو روبوت بجامعة توينتي في هولندا، واللي قدر مع فريقه البحثي الوصول لتقنية طبية بتشتغل بالذكاء الاصطناعي لروبوتات متناهية الصغر في حجم حبة الرز تقريباً. الحبة دي بتقدر تسبح عبر الأوعية الدموية والحفر في الجلطات وتفتتها بدون أي عمليات جراحية. الطريقة دي بتتم عن طريق إطلاق الروبوت في الأوعية الدموية من خلال أنبوب صغير لين وباستخدام مجال مغناطيسي خارجي دوار. المجال ده بيتم التحكم فيه وبيقوم بتوجيه الروبوت لمكان الجلطة علشان يفتتها لقطع صغيرة جداً، والتجربة فعلاً نجحت بعد تطبيقها على شريان أورطي وكليتين حقيقيتين. الدكتور إسلام خليل بدأ رحلته مع الابتكار ده في الجامعة الألمانية سنة 2014 في معمل الروبوتات الطبية الدقيقة والنانو من خلال فريقه البحثي الهندسي اللي كونه بالتعاون مع فريق طبي للدكتورة نبيلة حمدي الأستاذة بكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية. هما الاثنين قدروا يطبقوا الابتكار ويجروا تجارب معملية بنظام المحاكاة بتشكيل لجلطات الدم وإطلاقها جوه نماذج تم تصميمها للأوعية الدموية اتعرضت لحركة الروبوتات الحلزونية تحت تأثير حقول مغناطيسية بتضمن فعالية تنفيذ عمل الروبوتات المستخدمة كخطوة أولى لتطبيقها على البشر فيما بعد، خصوصاً وإن النتائج الأولية جت مبشرة ومطمئنة لسعي فريق العمل بتطبيق الإنجاز العلمي بهدف التقليل من حالات الوفيات الناتجة عن أمراض القلب واللي بيصاحبها أعراض جانبية ملازمة زي إصابة الأوعية الدموية بالجلطات اللي بتأثر على تدفق الدم، زي مثلاً أمراض الذبحة الصدرية والجلطة اللي بتحصل في الشرايين الدماغية والسكتة الدماغية والجلطة الوريدية اللي بتؤدي للانسداد الرئوي. بعد ما شفنا التقرير نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور إسلام خليل الأستاذ المساعد في مجال المايكرو روبوت بجامعة توينتي بهولندا والتيم ليدر للفريق البحثي. هو معنا دلوقتي عبر تطبيق زوم في صباح الخير مصر على الهواء. متصبح على حضرتك، وبداية إيه حكاية الروبوت اللي في حجم الرز ده؟ صباح الخير، شكراً لاستضافة حضرتك لينا. الروبوت اللي احنا صممناها وطورناها هي روبوت غير مقيدة، بتختلف عن الطريقة التقليدية في العلاج اللي هي بتبقى فيها اعتماد على القسطرة، إن هي بتبقى فيها قيد فأنا بحتاج أدخلها وأوصل العلاج بشكل مقيد، فبيبقى فيها أماكن كتيرة جوه جسم الإنسان ما يقدرش نوصل لها. بعكس الأسلوب ده، إحنا الروبوتس المتناهية الصغر دي غير مقيدة تماما، فهي بتقدر تسبح في تيار الدم خلال الأوعية الدموية وتوصل لأي مكان صعب الوصول ليه بالطرق التقليدية. طيب دكتور، يمكن الفكرة ممكن على الورق تبدو يعني خلينا نقول دوبل أو يعني ينفع تطبق، لكن لما جيتوا تنفذوها أو فكرة التنفيذ يعني إزاي دي ممكن تتنفذ؟ طبعا يعني الفكرة التأثير التكنولوجيا دي هي هتخلينا نوصل لأماكن ما نقدرش نوصل لها حاليا بالطرق التقليدية. فكان في مشاكل كتير لازم نواجهها، يعني من أهم المشاكل اللي احنا كان لازم نواجهها هي إن الروبوتس دي لازم تبقى تقدر تعوم ضد التيار بتاع الدم عشان تقدر توصل لمكان عايزين نوصل له عشان نعمل حاجة مفيدة. فدي من الحاجات اللي احنا قدرنا نوصل لها، ان احنا نقدر نعوم مع التيار او ضد التيار. تاني حاجة ان احنا لازم نتأكد ان الخصائص بتاعة الروبوتس دي مش هتسبب اي رياكشن غير مطلوب، وتكون خصائصها حيوية لجسم الانسان،
دي برضو حاجة من الحاجات اللي احنا قدرنا نوصل لها. وبعد كده لازم الروبوت يبقى فعال، يعني مجرد مثلا وصوله لجلطة فلازم يخترق الجلطة بشكل فوري أو يقلل حجمها. فدي مثلا من الحاجات اللي احنا كنا شغالين فيها الفترة اللي فاتت، ان احنا بمجرد وصولنا لمكان الجلطة فاحنا نقدر نخترق الجلطة ونعيد تدفق الدم بشكل فوري من غير أي أدوية، طب ده تم من تطبيق غير ممكن يكون ليها سايد افكتس. تم تطبيق دكتور اسلام، يعني حابين نعرف من حضرتك نتائج هذا التطبيق، يعني الى اي مدى نجح المايكرو روبوت، الروبوت المتناهي الصغر، في انه فعلا يخترق الجسم والاوعيه الدمويه ويفتت بعض الجلطات. يعني كلمنا عن نتائج التجربه وقت التطبيق. احنا نقدر ندخل الروبوت في وعاء دموي، بعدين ما نقدر نتحكم فيه عن طريق مجال مغناطيسي خارجي. وبعد كده بنقدر نوصل نستهدف مكان معين جوه جسم الإنسان، جوه وعاء دموي. على سبيل المثال في وعاء دموي مسدود بجلطة، فلازم نتدخل بسرعة ونعيد استعادة تدفق الدم. في الحالة دي احنا الروبوتس المتناهية الصغر دي بتبدأ تعوم سواء مع التيار أو ضد التيار حسب المكان بتاع دخول الروبوت جوه الجسم وحسب مكان الجلطة، وبعدين بنقدر نوصل لها. ومجرد وصولنا بيبقى لازم نفكر احنا عايزين نعمل ايه، عايزين نقلل حجمها، ودي حاجة من الحاجات اللي احنا يعني جربناها بس مش هو التكنيك اللي احنا عايزين نشتغل بيه في المستقبل. فاللي احنا عايزين نعمله ان احنا كنا عايزين نخترق الجلطة، فبمجرد وصولنا للجلطة احنا عندنا قوة كافية نقدر نوصلها للروبوت المتناهي الصغر ده عن طريق المجال المغناطيسي، فبنقدر نخترق الجلطة ونعيد استعادة التدفق بتاعة الدم. طيب دكتور، حضرتك يعني خلال حديثك ذكرت انه المايكرو روبوتس دي غير مقيدة، هل معنى غير مقيدة دي يعني بمجرد دخولها الجسم ما بيبقاش فيه تحكم فيها؟ لا، بيبقى فيه تحكم فيها. هل في اصلا اثار جانبيه حتى لو في نطاق البحث نفسه ولا لا؟ هي غير مقيده، يعني ما فيش اي واير ماسكها، ولكن هي مقيده بالمجال المغناطيسي. بمعنى ما فيش فيزيكال كونكشن بينها وبين الفيزيشن، يعني الكلينيشن اللي بيشتغل الطبيب في الدكتور التدخل ده. بالظبط، مش ما فيش بينه وبين حاجه حقيقيه، ومش ماسكها فعلا، ولكن هو ماسكها بشكل فيرتشوال بالمجال المغناطيسي، بشكل افتراضي يعني بالمجال المغناطيسي، بشكل افتراضي. مظبوط. فاحنا بنقدر نوصلها للمكان اللي احنا عايزينه ولكنها مش مقيدة خالص، فبالتالي هي ممكن. وصلت الفكرة يا دكتور، واعذرنا لضيق الوقت. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور اسلام خليل، استاذ مساعد في مجال المايكرو روبوت بجامعة فانتي بهولندا.